بركة الله البحث، فليتفضل الباحث الأول الأستاذ الدكتور أحمد الخفاجي رئيس قسم القانون في كلية الكفيل، مشكورا. حتى هذا الوقت له العديد من البحوث المنشورة في مجلات وبروريات العربية المحكمة، وشارك في العديد من المؤتمرات في داخل العراق وخارجه، وشارك في عدد من الدورات في الإدارة والتخطيط. يتفضل مشكورا بإلغاء بحثه. وله الدكتور أشرف بغاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لعمادة وأساتذة كلية التمريض جامعة الكوفة، وعمادة وأساتذة كلية الكفيل الجامعة، على الجهود الكبيرة في خدمة المسيرة العلمية، ومنها إقامة هذا المؤتمر الدولي الثاني حول النزوح والهجرة، فلهم منا وافر الشكر والتقدير. بحثي المقدم بعنوان حماية النازحين في العراق بين الواقع والمأمول. البحث يتناول دور المؤسسات الدولية والوطنية في خدمة النازحين، ويبين حقوق تلك المؤسسات والتزاماتها وواجباتها تجاه هذه الطائفة من الأشخاص. طبعا هناك قواعد قانونية تلزم تلك المؤسسات في تنظيم عملها. لذلك أنا بحثي في البداية أنه قسمت على مبحثين، تناولت في الأول دور المؤسسات الدولية، وفي المبحث الثاني دور المؤسسات الوطنية. أحب أشير قبل الدخول في تفاصيل البحث أنه إحنا نقسم المنظمات بصورة عامة إلى منظمات وطنية ومنظمات دولية، ونقصد بالمنظمات الوطنية هي تلك المؤسسات التي تعمل داخل نجد قرار مباشر من مجلس الأمن يتعلق بالنازحين في العراق، على الرغم من كثرة القرارات اللي أصدرها مجلس الأمن فيما يتعلق بالنازحين في باقي الدول، إلا أنه لم نعثر على قرار مباشر يتعلق بالنازحين. نعم كانت إلى قرار يعني سنة 1980، لكنه لم ينص على النازحين في العراق. من خلال هذه المؤسسات أنشئت مؤسسات أخرى وبشكل غير مباشر، كان هدفها حقوق الإنسان بشكل عام والنازحين بشكل خاص، لعلهم بينها أنه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذه المفوضية كانت في البدء أساس عملها أو نطاق عملها يتعلق باللاجئ، والفرق أنه بين اللاجئ والنازح، اللاجئ هو من يبتعد عن بلدته عن وطنه إلى دولة أخرى يخرج حدود دولته، في حين أنه النازح هو من يبتعد عن محلته عن منطقته إلى منطقة أخرى داخل حدود البلد. لكن حقيقة هذه المفوضية وبسبب كثرة النزوح وأعداد حالات النزوح تغير عملها، وأصبح أيضا مدار عملها النازحين فضلا عن اللاجئين. اكتسبت دور إضافي آخر يتعلق بالنازحين فضلا عن اللاجئين اللي هي أساس عملها. كذلك كان لممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام، ويتم اختياره من بين الدول الأعضاء، كان أيضا له دور كبير في مسألة النازحين، وذلك من خلال أنه التنسيق والتعاون بين مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، وخصوصا المنظمات اللي مدار عملها في حقوق الإنسان بشكل عام وما يتعلق بالنازحين بشكل خاص. كذلك أنشئت شعبة النزوح الداخلي المشتركة بين الوكالات الدولية، وكان دور المؤسسات غير الحكومية وغير المنظمة، أي أعني بها مؤسسات المجتمع، وما هو دور الأفراد. لنقل حسب الإحصائيات، حسب ما وردنا، أن عدد النازحين داخل العراق يربو على 4 ملايين نسمة. لذلك كما أسلفت جناب الشيخ على أنه الدور الحكومي لم يكن بالمستوى، ودور مؤسسات الدولية كما نعلم هو دور
يقرب أن يكون هامشي وإعلامي أكثر مما هو واقعي على أرض الواقع. والأربعة ملايين نسمة يحتاجون إلى المأكل والملبس، وهذا أمر يومي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السيد رئيس الجلسة المقرر المحترمون، السادة الحضور، سيد عميد الكلية كبير الجامعة، عميدة كلية التمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة أو مشكلة بحثي هي المشاكل التي يعاني منها الطلبة المهجرون إلى محافظة كربلاء المقدسة. انبثقت هذه المشكلة من خلال تدريسي لمادة علم النفس في قسم الإعلام كلية كفير الجامعة. لاحظت أنه بعض الطلبة اللي موجودين عندنا يعانون من انخفاض في مستوى تحصيلهم الدراسي، وما أنه هو دور التدريسي لا يتوقف عند إلقاء المعلومات، وإنما البحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مشاكل. حاولت أنه أبحث عن أسباب هذه المشكلة الموجودة، فوجدت أنه دول الطلبة على الرغم من أعدادهم القليلة من مشاكل كالعزلة وعدم التكيف الدراسي وعدم الاندماج داخل المجتمع الموجود. من هذا المنطق، من هذا النقطة بدأت انطلقنا أنه دراسة هذه المشكلة، وكنت أتمنى أنه دراستي تكون على كلية الكفيل الجامعة. المشكلة من أصل 40 بنسبة 60% هي عبارة عن مشاكل يعاني منها الطلبة المهجرون. الاستمارة بصورة عامة بعد ما طلعنا حد القطع اللي هو يبلغ وسط مرجح 2 ونسبة مئوية 66.10 انه بلغ 70، هذا معناها انه الاستمارة بصورة عامة كلها عبارة عن مشكلة يعاني من عندها النازحين، الطلبة النازحين بالذات. و24 مشكلة يعاني منها تعتبرها لانه فوق حد القطع اللي هو وسط مرجح 2.66.10، وما اكتفينا عند هذا الحد بل انه انطلقنا الى موضوع اخر، هو حاولنا انه نفصل هذه المشاكل من حيث الشدة ومن حيث النوع. فاكتشفنا بأنه هناك 14 مشكلة نفسية يعاني من عندها الطلبة النازحين، هاي معناها أنه هناك آثار نفسية موجودة عند الطلبة، والبقية تصير 5 من عندها أو 4 من عندها ما بين مشاكل اقتصادية وما بين مشاكل أمنية وما بين النتيجة التحضيرية. وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل للسيد الأستاذ رئيس الجلسة ومقرر الجلسة، فلهم مني كل شكر. الحقيقة احنا نعرف انه ظاهرة النزوح هي ظاهرة شأنها شأن العديد من الظواهر الإنسانية الأخرى، لها طروحات متعددة، لها أوجه عديدة من النقاش ورؤى أيضا متعددة، ومن هنا أيضا تكون المعالجات. أخيرا إجراء دراسة إجرائية أو تجريبية لمعرفة أثر استعمال هذا الدليل في اكتساب طلب القيم المواطنة، هي إجراء دراسة مماثلة للقيم التربوية وتدريسها لطلبة المرحلة الابتدائية يعني ما عدا المتوسط. شكرا لك. نشكر الاستاذ البحث حسين ضيف على التزامه بالوقت وعلى عرض الرائع. حقيقه لا مداخله في وجودك. دقيقه، هذا الدكتور علي مايك، هذا الدكتور علي بس ما يحتاج. شكرا للباحث، ممتاز يعني درس مساعد زين. بس سؤالي هو هذا تكوين للكتاب؟ لا، هو مجرد تحديد المحتوى لمعرفة أين تكمن قيم المواطنة في موضوعات. شكرا للسيد الباحث وشكرا للسيد الجلسة رئيس الحضور، أصبحتم على خير إن شاء الله. الحقيقة الموضوع لطيف وجميل في عرض المحاضرة، لكن سوء التداخل في موضوع الوطنية هو مدرس من الابتدائي، هو استكتابي هذا.